لنا ليه علاقه بالنادي الاهلي. عايزين نطمن حضراتكم، وصل بالفعل لعيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي النهارده الصبح الحمد لله الى جنوب افريقيا، طبعا استعدادا لملاقات فريق سان داونز يوم 22 مايو يوم السبت الجاي ان شاء الله في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا البعثه وصلت على متن طائره خاصه الى مطار جوهانسبرغ، وبعد كده اتحركوا على مدينه بريتوريا اللي هتستضيف مواجهه الاهلي وسان داونز. وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين، الاهلي حقق الفوز في مباراه الذهاب بهدفين دون رد في المباراه اللي اقيمت مساء يوم السبت الماضي على استاد الاهلي والسلام، وان شاء الله الفوز هيكون هو كمان حليف النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الرحمن. خليني اقول لحضراتكم بقى عن القائمه اللي اعلنها بيتسو موسيماني لمواجهه سان داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. بنتكلم ان هي جت يعني كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمود متولي، سعد سمير، ايمن اشرف، محمود وحيد، محمد هاني، احمد رمضان، بيكهام، علي معلول، وعمرو السوليه، اليو ديانج، اكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، محمود كهربا، جونيور اجايي، صلاح محسن، محمد شريف، ووالتر بواليا. يمكن اسامي برضو من اللي احنا ذكرناهم دلوقتي كان او كان عندهم غيابات في ماتشات سابقه لاصابات واجهاد، لكن زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان في اسامي رجعت مره ثانيه، ولكن هيغيب للاسف الشديد ده برضو هيغيب عن التواجد للاسف لاصابته بفيروس كورونا مصطفى شوبير. وكمان هنتكلم ان هيغيب مروان محسن ل شعوره بألام في الركبة مؤخرا، فده هيمنعه من ان هو يكون يعني مع الفريق او ان هو يسافر.